على الحسبان سكان المفرق قريه عمان في العموش وليد المفرق صاحب شركه على الحسبان المقاولات الانشائيه من حوالي بالقطاع من حوالي 12 سنه نعم شغال بالقطاع الحمد لله رب العالمين. شكري لروح اخوي ابو فادي اخوي الغالي عليه رحمه الله ابو فادي هو اللي كان الحافز هو اللي حماني دافع عني وقدر يسيطر علي له روح السلام. اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين بحلقه جديده من برنامجكم خطوات اردنيه. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقه السيد علي الحسبان. بدايه سعد مساك. يا هلا اهلا وسهلا كلك سؤال. طبعا في البدايه سيد علي حضرتك صاحب شركه علي الحسبان المقاولات الانشائيه وبالتحديد في محافظه المفرق. تعرفني وتعرف الساده المشاهدين بنبذه بسيطه عن حالك. علي الحسبان سكان المفرق قريه عمان في العموش وليد المفرق صاحب شركة على الحسبان المقاولات الإنشائية من حوالي بالقطاع من حوالي 12 سنة نعم شغال بالقطاع الحمد لله رب العالمين بالتوفيق. بس احكي لي أكثر عن بداياتك أنت أصلا من البداية كيف اخترت تدخل على هذا المجال؟ أنا كنت موظف بوزارة الأشغال العامة لمدة تقريبا 14 سنة بعدين بالصدفة اتجهت على القطاع يعني مش إنه مع شخص عزيز علي يذكر رحمة الله عليه الله يرحمه شيخ مقاولين المفرق سمير النمري ودعمني للأمانة هو الشخص اللي دعمني وكان محفز لي وأعطاني شركته كمان دعمني ماديا ومعنويا واستمريت بالجزء الحمد لله رب العالمين. الآن أنا رابعة أبنية. نعم بس شو هي أهم الخدمات اللي أنتوا عم بتقدموها؟ أنا صيانة أبنية وإنشاء أبنية مع عدة وزارات وزارة البلديات وزارة الأشغال وزارة التربية والتعليم قطاع خاص يعني قلة قليلة أحيانا أما الأغلبية مع عدة وزارات وأهمها وزارة التربية والتعليم. نعم بس شو اللي عم بيميزك عن الشركات الثانية؟ لا ما أنسى ما كل إنسان يحكي عن حاله متميز يعني وأنا ما أقدر أحكي عن حالي متميز بس الحمد لله أنا مجتهد أعتبر حالي إنسان مجتهد يعني ثابرت على حالي صبرت. أنا كشهادة ما معي شهادة أنا حامل الثانوية العامة فقط لا غير عرفت كيف وثابرت يعني عرفت كيف واقف على شغلي يعني شغلي متابع له بشكل يومي بشكل يومي يعني أحيانا أقعد شهر شهر ونص ما أفوت مكتبي أكون بالميدان وهذا سبب نجاح الواحد إنه يتابع شغله يعني. نعم برأيك مصداقية. نعم برأيك لأي مرحلة تطور عندكم هون بالمفرق قطاع المقاولات الإنشائية؟ ما هو قطاع المقاولات بشكل عام هو بانحدار وليس بتطور يعني هو بشكل عام بانحدار عرفت كيف وظروف صعبة على شركات المقاولات الآن بالعكس قطاع هو بانهيار اقتصادي انحدار ونطلب يعني نحاول نطلب من النقيب من أعضاء النقابة يعني إنهم يحاولوا بعض الوزارات بالعكس هي قرارات حتى القرارات الحكومية الآن ضد المقاول مش مع المقاول وكان نقابة كمان في تقصير كبير من النقابة ونطمح من النقيب الجديد إنه يعني يرفع بالعكس في مقاولين كثير انهاروا يعني انهيار قطاعات من المؤنشآت. نعم بس عندينا. نعم بس تشرح لنا اكثر عن اهم المشاكل والمعوقات اللي انتم عم بتواجهوها بهذا القطاع. هي الصعوبات الماليه كمان تواجهنا عرفت كيف الصرف مبالغ الصرف المبالغ الماليه صرف المقاول مطالبات المقاول احيانا تقعد اشهر وهذا يشكل عبء على المقاول لانه عليه التزامات عنده عماله عرفت كيف مكاتب مصاريف شخصيه فهذا يسبب مشاكل المقاول بس بشكل عام كمان العماله يعني العمالة انهيار الوضع الاقتصادي كامل بالبلد يعني سبب القطاع قطاع منهار عندنا نعم. يعني نسبة كبيرة من المقاولين طلعوا من المجال كامل بسبب الظروف الاقتصادية ونتمنى من الله يعني انه الامور تتحسن ان شاء الله بس كقطاع زي قطاعات البلد كل قطاعات البلد يعني هي وضع انهيار يعني ما اللي يحكي لي غير هيك مو صحيح. نعم بس تحكي لي شوي عن اهم المشاريع اللي انتم نفذتوها عن طريق الشركة. نفذت بعدة بلديات بسما السرحان بحوشه بالزعتري انشاءات مع وزاره التربيه والتعليم عطاءات صيانه مبالغ ممتازه الحمد لله ولازلنا ناخذ وشغالين يعني الحمد لله رب العالمين. نعم هاي اغلبيتنا.
بس اكيد انت في حدا ترك بصمه بحياتك واعطاك الدافع لوصلت لهي المرحله اللي انت فيها حاليا، فانت لمين بتحب توجه رساله شكر عبر برنامجنا؟ رسالتي شكري لروح اخوي ابو فادي، اخوي الغالي عليه رحمه الله. ابو فادي هو اللي كان الحافز، هو اللي حماني دافع عني، قدر يسيطر علي وروح السلام ابو فادي الله يرحمه. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين موقع شركتكم وطرق التواصل معكم؟ نعم، موقع شركتي المفرق شارع البلدية، عمارة الدكتور مأمون اشتفاء في الطابق الأول. تليفوناتي موجودة يعني على المكتب. شكرا لك. أهلا وسهلا. كلك زهر. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر السيد علي الحسبان على حسن استضافته لنا، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نورت شاشتنا. شكرا لك. يا ميت أهلا وسهلا بك. وفعلا نورتونا بهذا اللقاء. يا ميت أهلا وسهلا بك. شرفتك.